يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنول وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني، فأبلى قمر العشيرة رمى الماء من يده، وأبلى بلاء حسنا في الدفاع والذود عن الدين. ملأ القربة ماء وكان خدفه أن يصل بها إلى ناحية مخيم الحسين، نزع على القوم وهو يقاتل بقتال حتى ذكرهم ببطولات أبيه أمير المؤمنين. أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرا، فأبرز اليوم لنا يا كفرا لعترة الحمد وآل البقرة. الله يرحمك يا أبو يوسف رحمة الأبرار. يوصف نزول قمر العشيرة على بني أمية: حذر قمر غاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصار ما بتار لاجه، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتف القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاخه والعساكر شافت اخوى، عيون المسامي من ظهور الخيل شلاع، شمحيد مذرع خطف والعسكر تضعضع، كل ما تراكم غيم خنور يتشعشع، فرت حتف الموت يلحق وين الابطال، حسين لازم مركزه وتجري دموعه، شوف حطم جيش العدا وفنا جموعه، طلعت مريبة وتنتظر زينب رجوعه، تصيح البطل ابطع ساخي عود خيال وعباسه. وإذا بالصوت من ناحية المعسكر من ناحية القوم مناديا: أخي حسين في أمان الله، وقطعوا العيد جفوفي يا أخويا والعلم مال، العجل شوف البرقك يا حسين شيه، طاح العلم يا أبو علي وقلت الحيلة، اقدر اشيل سلاح والجربة ثجي، ما للعلم يا حسين خل ضخم يجيله، لا ينكسر جيشك يا بن حيدر يا سرداء، الا خل مناد وحسينا. ترى كل واحد سقط على بوغاء كربلاء من شهداء الحسين، سمع بعد صرخة الحسين يسمع صرخة أمه تنادي وولداه ومصيبته. لما أن وقع الأكبر على بوغاء كربلاء وسمع الحسين ينادي: ولدي علي ولدي علي، سمع صرخات أمه بعد ذلك تنادي وولداه وعليا، حتى عبد الله الرضيع لما رجعت به أمه رجع به الحسين، التفتت له أمه الرباب ونظرت إلى السهم في منحره، نادت وولداه ورضيعاه. أسألكم لما وقع العباس على بوغاء كربلاء سمع بعد أمة نادي وولداه، يقولون شاف سوادة حوم حول راسها، إي ما خلت الزهرة، نظر إلى سوادة حوم من حوله، قال: أيعقل أن تكون تلك زينب؟ ما يصير الحسين يترك زينب تخرج بين أجانب، أتكون أم البنين وصلت من المدينة إلى كربلاء وإذا بها تنظر إليه وتلطم على رأسها وتنادي وولدا؟
راسك من جسم نصايا وجسمك ظل على الغبرايا. أنا أمك يا بعد أمك وين اليمنى واليسرى؟ يقل خم البنين انتين قالت أمك الزغرى. يشوفه بس تلطم على الراس ما تلطم على الصدور. آخي قلخة تلطمين الراس تقل ضلوعي متكسرة. يقل خدمعتك حمراء قالت شبت السطرة. يقل خوين أخويا حسين قالت من كسر ظهرة. على هالمناد وحسين جاءه الحسين إلى مصرعه نظر إلى اللواء ممزق السهم نابت في العاية كفين مقطوعتين. انحنى على ذلك القمر كأنما يخاطبها الله يرحمك السهلاوي يخاطبه بلسان الحال يقول له أخي يا قمر العشيرة كيف سقط اللواء؟ يقل على العلم حطيت ذرعاني وضمت لصدري والعماد جاني وخرت على وجهي من على حصاني. وشفت امك وشافتني بلي يدي جت لي وشالتني عن الغبرة وضمتني بحجرها امك الزغرة. تقل لي حسين جالك من كسر ظهرا وشفت لطمع لخد امك يا نور العين. التفت الاخ الحسين صاح قال له يا اخويا ابو الفضل الف وين الجفاف؟ قال له يا اخويا تقطعت ما بين الاصفر انا دمي على عيني جمال يا حسين ما اشوف نشف دموم يا بقية الخاش تخاصر على عضيده يودع وصعد انفاس. يا جمرة الكون التي ما قطت له ظهر تراه انكسار من فقداياك يا عب طاح الحمل وتفللت من العزاي وعزم يشيل للمخا هايم قال ما روح خلني على الشاطئ اعالج طلعتر ما اقدر اروح الخيام وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكنه على الخدان ساج. فمشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسمون. نسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا من عندك غير آجل. اللهم ومن أرادنا بسوء فارد ومن كادنا فكث. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وانصرنا عليهم نصر عزيز مقتدر. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه
والمستشهدين تحت لوائه والآخذين بثاره وثار آبائه وأجداده. اللهم بحقهم جميعا اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، شاف مرضانا، داوي جرحانا، فك أسرانا، غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم. احفظ وأيد وسدد علماءنا العاملين، لا سيما عبدك الصالح آية الله الشيخ إيسى أحمد قاسم، إلى موتنا وموتاكم، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على ولاية أمير المؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.